السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وكويسين كل سنة وانتم طيبين. رجعت لكم يا جماعة في فيديو جديد. طبعا يا جماعة قبل ما ابتدي في الفيديو حابب اشكركم بجد بجد يا جماعة على دعمكم ليا وحبكم ليا، ان ده يا جماعة اكتر حاجة انا كسبتها في القناة ديك، ان انا عامل القناة دي بجد عشان افيدكم، واي معلومة عندي واي حاجة يعني اديها لكم، يعني ماشي على نهج النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث اللي بيقول خير الناس أنفعهم للناس. إزاي؟ يعني أنا عرفت معلومة لا مخبأهاش لنفسي، عندي حاجة يعني حلوة، يعني أنا حتى الغية ديك لما جيت أعملها برضه قريتها لكم، كل حاجة بحب أعرفها لكم، والكلام ده كله عشان ما معلومة فادتني، ليه ما خلاهاش تفيدك؟ أنت تخليها تفيد غيرك وتبقى صدقة جارية لكل حد، بس تكون معلومة صحيحة، تكون معلومة مفيدة، يعني ما تضحكش على حد في المحتوى. وأنا بنصح أي حد بيشوفني وعامل قناة يا ريت تراعي ربنا وكلم الناس بصدق ومن جواك، الناس هتحبك، ويا ريت يا ريت يعني مش فيديوهات وخلاص، يعني مش أي فيديو في أي فيديو خلاص، يعني الفيديو يكون فيه معلومة تفيد حد. حاول حبب الناس فيك بجد يا جماعة، والله العظيم يعني أنا أكتر حاجة عجباني وبسطاني بجد حبكم ليا يا جماعة، إن أنا على قد المستوى اللي أنا فيه في الحمام، يعني حمام على قدي وحمام بظلمته والحاجات دي كلها، وبرضك عندي عدد مشتركين حلو، يعني 1070 مشترك ديك حاجة حلوة، يعني أنا والله العظيم يا جماعة بشوف ناس عندها يعني حمام وغيات وحمام نضيف وكل حاجة وما بتكملش مشتركين، يعني دي حاجة تدل يا جماعة على حبكم ليا. فطبعا عشان ما اطولش عليكم بس حبيت اشكركم، ان بجد يا جماعه انا لو مشترك واحد على القناه مش هبطل فيديوهات وهعمل فيديوهات عشان افيده، الحكايه مش حكايه مشاهدات ولا حكايه مشتركين، ده انا لما بيتفرج على الفيديو 500 ولا 600 بحط ايدي على قلبي يا رب اكون فدتهم كلهم، يا رب يكونوا مبسوطين والكلام ده كله. فطبعا يا جماعه لو انت اول مره تشوفني اشترك في القناه، لو انت متابع مني كمل الفيديو ده للاخر، يعني الفيديو ده رد على سؤال واحد وهيفيدكم كلكم ان شاء الله لو انت بتربي في اوضه على السطح. طبعا سؤال وجواب على يوسف عبد الناصر بيقول لي اوضه على السطح ايه بقى الانواع اللي ابتدي بيها، ازاي نش، يعني ايه اللي اعمله في الاوضه اللي على السطح. طبعا يا جماعه قلتها انا في فيديو قبل كده لما هو قال لي عليها، ولا مش عارف حد تاني جاوبني على السؤال ده، كنت قايلها في فيديو بس اقولها لك تاني يا عم عشان خاطرك، يلا بينا. طبعا انا عارف بس عايزكم والله بجد تكملوا الفيديو لاخر يا جماعه، ان الفيديو مثلا بيبقى 5 6 دقايق وفي الاخر الاقي المشاهده عليه دقيقه وربع دقيقتين، يعني كملوا للاخر بجد، يعني ده بيبقى حافز ليا جامد. طبعا عشان طولت كده عليكم في المقدمه، الانواع اللي تبدا بيها في اوضه على السطح. طبعا نصيحه قبل اي حاجه، لو ناوي تنش وحواليك مراكن افرخ احسن عشان هيضايقوك، بجد هيضايقوك لو حواليك مراكن كتير وجنبك مراكن وعايز تنش من الاوضه افرخ احسن ما تنشش، عشان كده الحمام هيضايقك ان دي مش غيه والكلام ده كله. عايز تنش بقى ومش جنبك مراكن او جنبك مركن خفيف تقدر تتفاداه، تعمل ايه؟ صلي على النبي. قلتها انا قبل كده، لو في شباك بتعمل منه خارجه زي اللوفت، رف كده بيفتح ويقفل، او شبكه قمريه عليه ان الحمام يطلع ويخش، وبعد كده هقول لك طريقه النش. بس ديك لو عندك شباك، ما عندكش شباك عندك انت باب الغير، او باب الاوضه ديك ممكن اخر 60 سنتي ولا حاجه، لو الباب مثلا عرضه 60 70 ايا كان عرضه، اخر 60 سنتي فوق دول بتعمل منها برضك خارجه للحمام، بس يا ريت المكان اللي طالع منه الحمام يكون طالع على طل، طالع على مكان واسع عشان الحمام يقدر يطير معاك ويمتعك في النش. ماشي، دي اول حاجه. سالني برضك اربي في عيون ولا في صفايح؟ لا، نصيحه ربي في العيون. الصفايح يا جماعه بتيجي في الشتاء بتخلي الحمام سقعان، تيجي في الصيف بيتسخن، ان دوك صاج يا جماعه بيتغير مع الجو، فياريت تكون عيون عشان خاطر لو انت جبت جوز جديد ولا حاجه او زغاليل ولا اي حاجه عايز تدشرها مش عايز تفتحها مع حمام تاني، يبقى عندك العيون ودي احسن ليك، حفاضي تعبان ولا حاجه بتقدر تحبسه لوحده، فديك تربي في عيون. الانواع اللي تبتدي بيها، طبعا ما تبتديش بحمام غالي، ابتدي بالحمام الشامي، الاستراليات، الكريزليات، يعني مثلا زي الحلبي والقرقندي، اللي هو الحمام الشامي الحلبي والقرقندي والعبسي،
الشقلباظيات، الباكستانيات، كل ده يا جماعة حمام نظيف وحمام كبداية ونش هيمتعك. تجيب بقى حبة ايه زواجل، حبة زوق، الكلام ده كله، ده حمام سخن بتاع شغل، مش زي الحمام الغالي ممكن يطلع يركن حمام كسول. لا، الحمام ده حمام سخن بتاع شغل. وكمان نصيحة، هاتهم زي غليل اخوات، يعني مثلا تجيبها زي قصوص وهي لسه صغيرة، اخوات 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 اخوات، عشان لو كبروا، عشان لو كبروا تقدر تجمعهم قصوص تستفاد منهم، لا لغاية اما تقف على رجلك، يبقى عندك حبة قصوص، بعد كده تعمل لك كام دقة حلوين يمتعوك في النشء. ماشي، فده كده يا جماعة الفيديو بتاع ازاي، يعني ايه الحاجات اللي بتعملها في الأوضة. تعمل أهم حاجة يكون في فتحة الحمام يطلع منها، الحمام تجيب له عيون، الخارجة أهم حاجة زغاليل تكون مثلا عشان ما تكبر تبقى قصوص وتقدر تستفاد منها وتطلع قصوص لغاية ما تعمل لك حبة قصوص، بعد كده تعمل لك كام دقة يمتعوك في النشء وبتاع دوك. اللهم صل على النبي. ازاي بقى تنشي الحمام ده؟ ده هيبقى ليها فيديو تاني ان شاء الله، عشان بس ما اطولش عليكم. بس ان شاء الله ان شاء الله، دي كده انا قلت لك بس حوار تربية الحمام في الأوضة كده باختصار، ايه اللي تعمله وايه اللي تبتدي بيه. ويا ريت يا ريت اي حد دلوقتي، ان الجو بقى ساقع يا جماعة، امن حمامك عشان خاطر حمامك الساقع ما تبهدلوش. وده كده فيديو يا جماعة بجد انا كنت حابب طالع اشكركم يعني على حبكم ودعمكم ليا. فده كده فيديو بسيط، فيا رب ما كنتش تقلت عليكم ولا طولت عليكم. كان معكم مستر صبحي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.